بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشيئة الرحمن النهاردة يا جماعة هنتكلم على آخر جهاز عندنا في أجهزة القياس وهو الأوميتر. طب الأوميتر ده هنعرف إيه عنه؟ هنعرف وظيفته، هنعرف الفكرة العلمية بتاعته أو الأساس العلمي، هنعرف كمان كيفية تعديل الجلفانوميتر عشان يصبح أوميتر زي ما اتفقنا. ما احنا اتفقنا إن الأوميتر او الاجهزه التناظريه كلها اساسها اساسا الجلفانوميتر. ببدا احول الاميتر، ممكن احول الفولتاميتر زي ما فهمنا في الحلقه اللي فاتت، هنحوله ان شاء الله النهارده برضو الاوميتر وهنعرف ازاي. يلا بينا كده لما نبدا مع بعض. الوظيفه قياس المقاومه الكهربائيه بطريقه مباشره. طب الاساس العلمي مبني على ايه؟ كل الاجهزه التناظريه اتفقنا عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر به تيار وموضوع في مجال مغناطيسي منتظم. كلام جميل جدا. طب ما تيجي يلا بينا اما نشوف وطبعا في حته لسه في الاساس العلمي لازم نتكلم عنها، بس هقولها بعد ما اعرف التركيب. تركيب الاوميتر يا جماعه زي ما احنا شايفين كده مع بعض عباره عن جلفانوميتر متوصل مع التوالي مقاومه كبيره اسمها مقاومه عياريه يرمز لها بالرمز RC، وفي مقاومه متغيره يرمز لها بالرمز RV. طب يلا بينا كده نرسمها كده مع بعض برضو وانت عامل ببساطه شويه. الموضوع بسيط، مش عايزين ندول اكتر من حجمه. نتخيل ان انا دلوقتي معايا جلفانوميتر زي ده، طيب كلام جميل جدا. الجلفانوميتر ده مقاومه ملفه للار جي، ماشي. هوصل مع التوالي مقاومة عيارية ثابتة اسمها ار سي قيمتها 3000 اوم مثلا. انا هفرض ارقام. طيب نخلي الارقام بعد ما نخلص الاول التركيب عشان نمشي بس التسلسل منطقة شوية. طيب وبعدين هروح اضيف كمان مقاومة متغيرة RV وهحط عمود كهربي، يبقى الجهاز الوحيد من اجهزه القياس اللي فيه عمود كهربي هو الاوميتر، وادي طرفي الجهاز. طيب من الاخر احنا عايزين نقيس المقاومه الكهربيه، قوم على طول على طول اخد طرفي الجهاز واوصلهم بالسلكه مثلا او بالماده اللي احنا او الحاجه اللي احنا عايزين نقيس المقاومه الكهربيه بتاعتها، نلمسها من طرفي الجهاز. الحاجه اللي بنضيفها ديت المقاومه بتاعتها اسمها RX للمقاومه الخارجيه، تمام ماشي. العمود الكهربي ده قوته الدفع الكهربيه VB، كلام جميل. الجلفانوميتر ده ليه مؤشر، ادي المؤشر بتاعه، بالمناسبه بقى ليه تدريجين مش تدريج واحد. طيب بالراحه كده هنقول كل حاجه. التدريج الاولاني خاص بالمقاومه او التيار اهو، يبقى التدريجين واحد للتيار والتاني للمقاومة. طب ليه يا جماعة الأوميتر بقى ليه تدريجين؟ وإيه هو أو إيه هي الفكرة؟ يلا بينا كده لما نشوف. فرضا أنا قلت لكم الأوميتر ده الجلفانوميتر اللي فيه بيتحمل تيار قدره IG، والتيار ده طبعا صغير. طيب إيه رأي حضراتكم لو انا لمست الطرفين دول ببعض؟ مش ساعتها ازاي لمستهم ببعض بقى؟ اهو، مش لو لمست الطرفين دول ببعض كده مش الدايره هتبقى مغلقه؟ طبعا هتبقى دايره مغلقه. طيب وبعدين يا مستر؟ يعني معنى كده هيمر تيار، ما هو في بطاريه. طب انتوا عارفين التيار لما يمشي في المقاومه دي ويمشي في المقاومه دي ويمشي في المقاومه دي هيبقى ليه قيمه. طيب هيبقى على فكره قيمته اكبر ما يمكن، يبقى اقصى تيار ممكن نحصل عليه بالاوميتر لما لمس الطرفين بتوعه ببعض، يعني ساعتها الار اكس بكام؟ بصفر، ما مش موجوده. طيب فساعتها المفروض المؤشر يشير لنهايه تدريج التيار. ايوه، في نهايه تدريج التيار بقى اهو، اهو ده نهايه تدريج التيار دلوقتي اغير بس اللون.
ده نهاية تدريج التيار. يبقى هنا التيار ايه؟ ماكسيموم. طبيعي المفروض لما يبقى التيار ماكسيموم المقاومة الخارجية دي، ما هي يا جماعة التدريجين دولت واحد للتيار والتاني للمقاومة الخارجية، فطبيعي لما لمس الطرفين ببعض لما التيار يبقى نهاية عظمى يبقى الار اكس دي بصفر، فيبقى النقطة دي بتقول ايه؟ بتقول ان المقاومة الخارجية بصفر. طيب كلام جميل جدا. طب لما افتح الدايرة، معناها ان التيار بصفر، اهو التيار بصفر. وطالما التيار بصفر يا شباب يبقى المفروض المقاومة الخارجية، العلاقة بين المقاومة والتيار طبعا عكسية، فتبقى المقاومة الخارجية بما لا نهاية. ملاحظين ايه العلاقة بقى ما بين تدريج التيار والمقاومة الخارجية اللي احنا بنضيفها؟ طبعا العلاقة عكسية، ومن هنا دي تاني نقطة في الأساس العلمي. لما يجي يقول لك هو الأساس العلمي للأوميتر، ايه الأساس العلمي للأوميتر؟ عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر به تيار وقابل للحركه في مجال مغناطيسي. رقم اتنين ان العلاقه بين الاي والار علاقه عكسيه. علاقه ايه يا جماعه؟ علاقه عكسيه. طب من الاخر كده، هو ليه تدريجين؟ اصل احنا يا شباب هنقيس المقاومه الخارجيه بمعلوميه شده التيار اللي ماشيه في الجهاز. طيب بالراحه كده، نهدي كده بالراحه عشان نفهم الموضوع كويس. هبدا افرض ارقام دلوقتي علشان اقول لحضرتك احنا ازاي عملنا التدريج بتاع الجهاز. بالعربي كده، كيف يتم تدريج الاوميتر، كيفية كتابة تدريج الاوميتر، ازاي كتبنا الارقام على التدريج. يلا بينا كده لما نشوف. بس هفرض ارقام علشان الموضوع يتضح بسهولة، وطبعا الارقام دي انا مش جايبها من بيتي، لا هي موجودة في كتاب المدرسة. طيب فرضا ان الاوميتر ده الجلفانوميتر مقاومته 250 اوم، الاي جي 400 مايكرو امبير، الار سي المقاومه ديت يا جماعه بالمناسبه كبيره عشان تخلي المقاومه بتاعت الجهاز كبيره عشان يمر في الجلفانوميتر تيار صغير وما يتحرقش، يبقى الار سي ب 3000 اوم. بقول لكم دي ارقام كتاب المدرسه. طيب كلام جميل. الار في دي بقى مقاومه متغيره. طيب مقاومة متغيرة قيمتها بتتراوح من صفر لحد 6565 اوم. البطارية دي قوتها الدفع الكهربائية 1.5 فولت، ومقاومتها الداخلية مهملة عشان نسهل الحسابات شوية. طيب وبعدين، طيب انتوا عارفين يا جماعة قبل ما اقوم بعملية القياس، يعني انا دلوقتي معايا اوميتر عايز اقيس مقاومة سلك، يبقى قبل ما اقيس مقاومة السلك ده لازم نختبر صحة المؤشر الأول. يعني أنا أختبر صحة المؤشر أو صحة الجهاز. لامس طرفي الأوميتر ببعض، المفروض لما تلامس طرفي الأوميتر زي ما اتفقنا كده المؤشر يشاور إن التيار اللي ماشي نهاية عظمى. طب إيه رأيكم لو المؤشر شاور للوضع اللي أنتوا شايفينه قدامكم ده؟ لو المؤشر شاور بالشكل ده، هل معنى الكلام ده إن المؤشر ده مظبوط؟ لا طبعًا، ده المفروض لما لامس الطرفين ببعض في حالة غياب المقاومة الخارجية يشير المؤشر لنهاية تدريج التيار، يقول لي ان التيار اللي ماشي دلوقتي ماكسيمم. تمام؟ طيب كلام جميل جدا. طيب انا لمسته لقيت المؤشر مش بيشاور لنهاية تدريج التيار، طب لازم نعمل ايه ساعتها بقى؟ لازم نظبط المؤشر. يبقى اول عملية من عملية القياس او اول خطوة لابد من ضبط المؤشر. طيب ازاي نضبط مؤشر الجهاز؟ طب احنا عايزين نظبطه ليه؟ طيب علشان ايه؟ لجعل المؤشر ينحرف لنهاية تدريج التيار وبداية تدريج المقاومة. أنا عايز المؤشر يتظبط. يعني يتظبط؟ يشاور نهاية تدريج التيار. عارفين هنعمل ايه؟ طيب هنمسك المقاومة ار في دهيت
ونقللها، كلمة نقللها يبقى المقاومة بتاعت الجهاز هتقل، يبقى التيار العام هيزيد. قمت طول ما انا عمال اقلل من قوة الار في انا عينيا على المؤشر، قمت تلاقي المؤشر عمال يتحرك 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 لحد ما يوصل للتيار اللي ماشي نهاية عظمى، ساعتها يبقى انا كده استخدمت قيمة الار في. يبقى الار في فايدتها ايه؟ فايدة مقاومة متغيرة تجعل المؤشر ينحرف لنهاية تدريج التيار وبداية تدريج المقاومة. طب في ضوء ارقامنا اللي احنا فرضينها دلوقتي، انا عايز اعرف قيمة المقاومة المتغيرة ديت كام اوم؟ وعشان اجيب هي كام اوم نراجع مع بعض تاني. التيار اللي ماشي في الدائرة 400 مايكرو امبير، حلو، والار سي 3000، والار جي 250، والفي بي بواحد ونص. يبقى لو انا عايز اطبق قانون اوم للدائرة المغلقة هنقول ايه؟ قانون اوم للدائرة المغلقة بيقول لنا ان الاي بتساوي في بي الاي بيساوي في بي على كل المقاومات في الدايره. ايه المقاومات اللي موجوده عندي؟ انا عندي ار جي وعندي مقاومه عياريه ثابته والمقاومه المتغيره. انا دلوقتي عايز اعرف انا اخدت من المقاومه دي اللي هي المقاومه المتغيره دي كام اوم علشان اخلي التيار 400. يعني انا عايز اخلي التيار 400 مايكرو يبقى 400 في 10 سالب 6، كل ده بيساوي، يلا بينا واحده واحده، الفي بي بواحد ونص، الار جي ب 250، انا مديلك في المساله بالمنظر ده الارقام اللي احنا فرضناها. طيب الار سي ب 3000، اقدر احسب قيمه الار في ساعتها؟ يبقى الار في ده اهي هتطلع معانا ب 500 اوم. يبقى معنى الكلام ده ان ال 500 اوم ده هم ده اللي هيظبطوا المؤشر، هم دول هيخلي المؤشر ينحرف لنهايه تدريج التيار. كلام جميل. مين يقول لي بقى يبقى الار بتاعت الجهاز كلها بكام؟ تروح تقول لي يبقى الجهاز ده هو كله، الجهاز ده هو كله المقاومات اللي فيه ال 500 اوم بتوع الار في، ال 250 بتوع الجلفانوميتر، والار سي كلها ب 3000. طب كلام جميل جدا. طب انا بقى عايز اعرف ايه الخطوه اللي بعد كده؟ يبقى خلاص الار جهاز، نكون فاهمين الار جهاز اللي هو عبارة عن مين تاني؟ التلات تلاف والميتين وخمسين والخمسمية. يبقى الار جهاز كلها بكام؟ بتلات تلاف سبعمية وخمسين. كلام جميل جدا. يبقى احنا دلوقتي فهمنا ان الجهاز جواه مقاومات قدرها 3750 اوم. طيب ممكن ارسم رسمه مبسطه للجهاز اهو، ادي العلبه بتاعت الجهاز اهيت، ادي التدريجين، ادي الطرفين بتوعه. انا عرفت المقاومات اللي جوه هنا ب 3750. طب انت عايز تقول ايه دلوقتي يا مستر؟ انا عايز اقول لكم احنا ازاي عملنا التدريج بتاع الجهاز. مش انا عرفت ان في تدريج للتيار وتدريج للمقاومه؟ طيب كلام جميل جدا اهو، يلا تدريج للتيار وتدريج للمقاومه، تدريج المقاومه اهوت، تدريج التيار اهوت. وادي المؤشر فين؟ المؤشر اهو. انا دلوقتي يا جماعه بعرفكم ازاي بيعملوا التدريج بتاع الجهاز، ازاي بيكتبوا الارقام عليه. ادي بدايه التدريج وادي نهاية التدريج.
في دول الارقام بتاعتنا اللي احنا فرضناها من شويه. النقطه دي بتقول لنا ان التيار، يبقى ده تدريج التيار، ان التيار ساعتها كان ماكسيمم اهو. هنا النقطه اللي بتقول لنا ان التيار كان ماكسيمم اهو، ده تدريج التيار، وهنا التيار ماكسيمم. تفتكروا في الارقام بتاعتنا اللي احنا فرضينها كان اقصى قيمه للتيار نوع كام؟ 400 مايكرو امبير، صح؟ اهو التيار اللي ماشي اهو 400 مايكرو امبير، يبقى ده 400 اهوت، وما تنسوش ده بالمايكرو امبير. كلام جميل. وده طبعا صفر التيار، فبالتالي المقاومه الار اكس المقابله ليها هتبقى بما لا نهايه، ويبقى المقاومه اللي هي الار اكس المقابله لاقصى قيمه للتيار يبقى بصفر. مش ده اللي احنا لسه قايلينه من شويه؟ كلام جميل. طيب كلام جميل، يعني معنى الكلام ده انا بقى دلوقتي هبدا اضيف مقاومه خارجيه مع الجهاز، ماشي. مره هخلي المقاومه الخارجيه قد مقاومه الجهاز. طيب نفتكر مقاومه الجهاز كام اوم؟ الار جهاز ب 3750، يبقى اول خطوه عند ادخال مقاومه خارجيه طيب قيمتها بتساوي مقاومه الجهاز. انا هحط مقاومه خارجيه، المقاومه الخارجيه دي قيمتها بتساوي ار جهاز. يعني كم ار جهاز؟ يعني طبعا قيمتها ار جهاز بكام؟ 3700 وايه؟ 3750 اوم، صح؟ طيب حد يقدر يقول لي شده التيار اللي ماشي في الحاله دي كام امبير؟ يلا بينا نشوف كده نجيبها ازاي. الاي بتساوي اهو، الاي بتساوي الفي بي على ار جهاز زائد الار اكس. الفي بي بواحد ونص في المثال بتاعنا، ار جهاز ما احنا اخدنا 3750. طب الار اكس الجديده اللي انا ضفتها بكام؟ ب 3750. هنلاقي ان القيمه اللي طالعه لنا يا جماعه 2 لما نعملها بالاله الحاسبه، ف 10 اس سالب 4. طيب كلام جميل. ده بالامبير. تفتكروا احنا عملنا التدريج بتاعنا بالامبير ولا بالمايكرو امبير؟ انا قلت لكم التدريج هنا بالايه؟ بالمايكرو امبير. يعني بعد اذن حضراتكم كده انا عايز الناس تخلي التدريج بالمايكرو امبير. طب يبقى من الامبير للمايكرو امبير بضرب في كام؟ اضرب في 10 اس موجب 6، يبقى تطلع الرقم ب 200 مايكرو امبير. يبقى الناس تقول لي عند اضافه مقاومه خارجيه قد مقاومه الجهاز، نلاحظ ان ايه؟ ايوه نلاحظ ان التيار هيبقى ب 200 مايكرو امبير. هو التيار في الاول كان بكام؟ ب 400، بقى ب 200، يبقى التيار قل للنص، مش كده؟ طيب على فكره يا جماعه الموضوع منطقي. ليه؟ اصل كان الاول الاي بيساوي في بي على ار جهاز بس. طيب كلام جميل. طيب احنا حطينا مقاومه ار اكس قد مقاومه الجهاز، يعني المقاومه الكليه زادت للضعف، مش كانت ار جهاز بس، انا حطيت مقاومه خارجيه كمان ار جهاز، يبقى المقاومه الكليه بقت 2 ار جهاز، يبقى المقاومه الكليه زادت للضعف، فمنطقي ان التيار يقلل النص. التيار لما قلل النص بقى بكام؟ بقى ب 200، مش كده؟ هو كان ب 400. طيب كلام جميل. عارفين احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ خليكم فاكرين ان المقاومه اللي كانت قيمتها ب 3750 خلت التيار 200. ممكن نكتب استنتاج صغير؟ يلا بينا نكتبه كده مع بعض. اذا يلا اكتب الاستنتاج بتاعنا. اذا يلا بقى بينا كده ناخد شكل يفكرنا بالاستنتاج ده. ايوه
شفتوا بقى الكتكوت ده بقى هو اللي هيقول لنا الملحوظه بتاعتنا. يبقى نستنتج من هنا ايه؟ اذا لكي ينحرف المؤشر لنصف تدريج التيار المؤشر هينحرف لقد ايه بقى؟ عشان ينحرف لنصف تدريج التيار يجب إضافة مقاومة خارجية قيمتها قد مقاومة الجهاز، عشان يبقى في مقام تحت ار جهاز ومعاها كمان ار جهاز يبقى 2 ار جهاز، يبقى المقاومة زادت للضعف ومتطير وبعيد تاني هيقل للنصف. اهو يبقى من الاخر كده الكلمتين اللي بقولهم، لكي ينحرف المؤشر لمنتصف تدريج التيار يجب إضافة مقاومة خارجية مالها بقى يا جماعة؟ ايوه تساوي مقاومة الجهاز. طيب كلام جميل، ونيجي على طول على طول على التدريج. مش المؤشر انحرف لمنتصف تدريج التيار؟ ونيجي كده على طول ونروح عاملين ايه؟ ادي منتصف تدريج التيار اهو، ونروح عاملين كده الخط بحيث يمر بالمنتصف على طول اهو. ناخد خط كده بالمسطرة على طول بحيث يقسم تدريج التيار بالنص. بالشكل اللي احنا شايفينه ده دلوقتي يبقى التيار ب200، التيار ب200 مايكرو امبير. طيب حد فاكر المقاومة الخارجية كانت بكام؟ كانت ب3750. طيب ايه يا مستر اللي انت بتعمله ده كله تاني؟ انا عايز يا جماعة اعرفكم ازاي بيكتبوا التدريج على الجهاز، الشركة المصنعة ازاي بتحط الارقام على التدريج او تحط الارقام على التدريج بالمنظر ده. طبعا مش بيبقى اي ارقام عشوائيه، ده بيبقى بناء على القياسات اللي احنا بنعملها. طيب طب مين يقول لي؟ طيب لو احنا ضفنا مقاومه خارجيه المره دي عند اضافه مقاومه خارجيه قيمتها تساوي ضعف مقاومة الجهاز، ضعف مقاومة الجهاز. لو حطينا مقاومة خارجية الـ RX يعني خليناها قد مقاومة الجهاز، ايه اللي هيحصل؟ ضعف مقاومة الجهاز يعني الـ RX لو بقت بتساوي 2 R جهاز. طيب تفتكروا لما قلنا من شوية الـ R جهاز بكام؟ 3750، يعني 2 في 3750 هتساوي 7500، مش كده برضو؟ طيب ساعتها الاي بقى هيساوي ايه؟ هتلاقي ان الاي العام بتساوي او التيار اللي هيمشي في الدايره بتساوي، فاكرين القانون بتاعنا في بي على ار جهاز زائد الار اكس. ماشي الفي بي بكام؟ 1.5. انا بفكركم بالارقام بتاعتنا تاني اهو، 1.5. ار جهاز احنا كنا قايلين على 3750. طيب كلام جميل جدا. طيب الار اكس بكام؟ الار اكس اللي احنا ضفناها ب 7500، يبقى الناتج بقى لما نعمله بالاله الحاسبه، الناس تشغل بقى كده الاله الحاسبه، هيطلع الرقم ب 100 او هيطلع 1 و علامه 3 3 3 3 3 3 الى اخره. ماشي طبعا الكلام ده في 10 وسالب 4، ان انت تشغل الاله الحاسبه هيطلع معاها الرقم ده في 10 اس سالب 4، بس ده بالامبير. هل انا بشتغل بالامبير؟ طب يلا عايز احولها للمايكرو امبير، يبقى اضرب في 10 اس موجب 6 من الكبير للصغير للاس موجب، هيطلع ب لو بنتكه كده اس دي هيطلع 400 على 3. ايه يا مستر معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان
ان التيار كان 400، لما وصلت مقاومة قد مقاومة الجهاز مرتين المقاومة بقت 400 على التلاتة، التيار بقى 400 على التلاتة، يبقى التيار قلل ايه؟ ايوه التيار قلل التلت. يبقى لما التيار يقلل التلت معنى كده انا ضفت مقاومة خارجية ضعف مقاومة الجهاز، مش كده برضو يا جماعة ولا ايه؟ طيب والكلام ده برضو منطقي. طب ليه منطقي؟ اقول لك تاني، كان التيار في الاول 400 لما كانت المقاومة بتاعت الجهاز بس هي اللي موجودة، طب لما ضفت مقاومة جهاز اللي هو الار اكس، ضفت المقاومة الخارجية قد مقاومة الجهاز مرتين، بقت المقام بقى فيه ايه؟ المقام بقى فيه ار جهاز زائد 2 ار جهاز، يبقى بقى كام ار جهاز؟ بقى 3 ار جهاز، يعني المقاومة زادت 3 امثال، فالتيار هيقل للتلت، يبقى هيبقى 400 على 3. التيار قل للتلت فعلا، كلام جميل. يبقى من الاخر كده لو ضفت مقاومة خارجية ضعف مقاومة الجهاز تروح تقول لي ايه؟ ومقاومة الجهاز حاجزة مكانها؟ يبقى 3 ار جهاز في المقاوم. طب طالما المقاومه زي 3 امثال يبقى التيار يقل للتلت. طيب ايه رايكم لو انا ضفت مقاومه خارجيه 3 امثال مقاومه الجهاز، تروح تقول لي ايه؟ في المقام تحت ار جهاز حاجزه مكانها وزي 3 ار جهاز يبقى 4 ار جهاز، يبقى المقاومه زي 4 امثال، قوم التيار يقل للربع اللي هي الخطوه اللي انا لسه هعملها. طيب نمشي واحده واحده، خليكم فاكرين الشكل اللي احنا لسه عاملينه من شويه، يلا بينا كده لما نكتب ملخص الكلمتين اللي احنا قلناه اهو. بصوا الاموشن الظريف ده هيفكرنا بالمعلومة. الاموشن الظريف ده هيفكرنا بالمعلومة، بيقول لنا ايه بقى؟ بيقول لنا ان عند اضافة مقاومة خارجية، عند إضافة مقاومة خارجية ضعف مقاومة الجهاز بينحرف المؤشر لتلت تدريج التيار. يبقى هقول لك هنا المؤشر ينحرف لتلت تدريج التيار، ده الكلام ده عند إضافة مقاومة خارجية. السؤال ده دايما بيجي في اخطر على فكرة، ضعف مقاومة الجهاز. ماشي، قوم نروح على طول على التدريج اللي احنا لسه عاملين، تفتكروا انا كنت بقولك ده نصف التدريج. طيب كلام جميل. طيب في الربع التدريج بقى اهو، ده ربع التدريج، مش ده صفر التدريج؟ اه ده صفر، ده صفر التدريج يا جماعه اهو. طب الربع يبقى ما بين الصفر والنص، يلا بنعمله اهو. يا جماعه سؤال كتابه التدريج ده مهم جدا، مهم جدا، ده ربع التدريج. طيب طب تلت التدريج فين؟ تلت التدريج اكبر من الربع شوية، نعمله بلون تاني اهو. تلت التدريج اهو، معلش طبعا يعني التحكم شوية صعب عشان اطلع الخطوط المستقيمة دي، معلش التحكم صعب شوية. ادي تلت التدريج. طيب يبقى ده تلت التدريج اهوت، يبقى لما التيار كان 400 على التلاتة كانت المقاومة بسبعة خمسمية، فاكرين؟ اهو كانت المقاومة الخارجية، اهي المقاومة الخارجية كانت 7500 اهي، تمام.
فاروح حاطط على التدريج 7500 واروح حاطط ان الطيارة 400 على التلاتة. طيب كلام جميل جدا. طيب وهي 7500 اهي. طيب كلام جميل. طب ما تيجوا يلا بينا نضيف مقاومة خارجية 3 أمثال مقاومة الجهاز. طبعا الناس بقى خلاص فهمتني، علشان نحط مقاومة خارجية 3 أمثال مقاومة الجهاز عند إضافة مقاومة خارجية 3 أمثال مقاومة الجهاز لازم تبقى على ار اكس في كلامنا دلوقتي 3 ار جهاز، يعني 3 × 3 = 750، الناتج هيطلع بالآلة الحاسبة 11250 اوم. طيب كلام جميل. طب انا بقى عايز اجيب شركة التيار ساعتها، الاي هتساوي ايه؟ الاي هيساوي في بي على ار جهاز زائد الار اكس. الفي بي بكام؟ ب1.5. ار جهاز طبعا احنا عندنا ار جهاز ب3750 اهي. طب الار اكس، الار اكس اللي احنا ضفناها بقى عاملها باللون الاحمر 11250. الكلام ده لما نطلعه بالآلة الحاسبة هيطلع 1/10 أس سالب 4. طب انا عايز اخليها بالامبير، بالمايكرو امبير، اقوم اضرب طبعا 1/10 أس سالب 4 امبير، عشان اخليها بالمايكرو اضرب في 10 أس موجة ب6 يطلع الرقم 100، وهو وحدة القياس ساعتها 100 مايكرو امبير. هو يعني ايه التيار بقى 100 مايكرو امبير؟ طب والله في الاول كان التيار 400، مش كده ولا ايه؟ لما كان بس عندي ار جهاز. طب لما حطيت مقاومة، قد مقاومة الجهاز 3 مرات، قوم لما جينا نبص في المقام تحت في المقاومة ار جهاز حاجزة مكانها، وحطيت مقاومة خارجية 3 امثال مقاومة الجهاز، يبقى المقاومة زي 3 امثال، التلاتة اهو وفي واحدة موجودة قبل كده، يبقى 4 ار جهاز، يبقى المقاومة زادت 4 امثال. قوم لما المقاومة زادت التيار يقل للايه؟ التيار يقل للربع. التيار يقل للربع، مش كان 400؟ اهو بقى 100. يعني نعمل الملخص بتاعنا تاني، وادي الشكل الظريف اللي احنا بيفكرنا بالمعلومة. بيقول لنا ايه بقى؟ اذا المؤشر هنا انحرف لربع تدريج التيار ولا لا؟ مش كان في الاول 400 بقى 100؟ اذا لكي ينحرف المؤشر لربع تدريج التيار يجب ادخال مقاومة، او يجب توصيل مقاومة خارجية. مش انا عايز ربع، يعني عايز طريق للربع، حط مقاومة خارجية قد مقاومة الجهاز 3 مرات. مقاومة خارجية 3 امثال مقاومة الجهاز. كلام جميل جدا. تعالى يلا بينا كده ما نشوف ربع التدريج اهو. ادي ربع التدريج اهو، مش ده ربع التدريج برضو؟ كلام جميل. التيار كان 100. حد فاكر المقاومة اللي احنا ضفناها ساعتها كان كام؟ كانت 11، المقاومة الخارجية 11250 اهي. اهي المقاومة الخارجية كانت 11250. كلام جميل. ففعلا دي خلت التيار او المؤشر انحرف في ربع تدريج التيار. يبقى من الاخر كده، من الاخر اللي احنا عايزين نعرفه عن الاوميتر ايه؟ ان هو الغرض او الاساس العلمي بتاعه مبني على عزم الازدواج والعلاقة العكسية من التيار والمقاومة. استخدامه يستخدم في قياس المقاومة الكهربية بطريقة مباشرة. طيب تركيبه هو جلفانوميتر متصل مع التوالي، مقاومة عيارية
ثابته وتبقى طبعا كبيره عشان تحمي ملف الجلفانومتر من الاحتراق، وكمان بالاضافه للمقاومه المتغيره التي تعمل على جعل المؤشر ينحرف لنهايه تدريج التيار وبدايه تدريج المقاومه. ماشي، كلام جميل جدا. طيب، وطبعا في عمود كهربي قوته دفع كهربيه 1.5 فولت. يلا بينا كده لما نشوف الكلام اللي احنا قلناه كده مع بعض. طبعا دي طريقه المعايره، معايره الاوميتر او كيفيه كتابه التدريج. احنا قلنا بنوصل الطرفين ببعض الاول، ونبدا بعد كده نشوف المقاومه الار في اللي احنا طلعناها. هي طلعت معانا ب 500 اوم اهيت، ده اللي احنا لسه قايلينه حالا، 500 اوم اهيت. وبعد كده بدانا نضيف مقاومه خارجيه مره قد مقاومه الجهاز، فالمؤشر انحرف في منتصف تدريج التيار. بعد ما كان 400 بقى 200 قدامنا اهو، بقى 200 قدامنا اهو. طيب، وبعد كده ضفنا مقاومه خارجيه قد مقاومه الجهاز، ضعف مقاومه الجهاز 2 ار جهاز اهيت، التيار انحرف لايه؟ لتلت تدريجه، بقى 400 على 3 اهو. طيب، ضفنا مقاومه خارجيه مره اخيره، يلا 3 امثال مقاومه الجهاز، فالتيار بقى 100. ورحنا كاتبين التدريج دهوت وعاملينه مع بعض زي ما احنا شايفين قدامنا اهوت. وطبعا كيفيه كتابه التدريج طبعا من الحاجات المهمه جدا جدا في الاوميتر. طب في بعض الاسئله بقى النظريه اللي بتقابلنا، تدريج الاوميتر عكس تدريج الاميتر ليه؟ عشان شده التيار الكلي يتناسب عكسيا مع المقاومه الكليه في الدايره. طبعا عشان العلاقه بين الاي والار علاقه عكسيه. طب تدريج الاوميتر غير منتظم ليه؟ اصل يا جماعه زي ما احنا عارفين ان لما بوصل مقاومه خارجيه مش دي اللي كل شويه كانت عماله تتغير؟ يعني الاي بيساوي ايه؟ في بي على ار جهاز زائد الار اكس، مش كده برضو؟ بنلاحظ ايه؟ ان المقاومه الخارجيه بتتغير. طيب، هل تاثيرها بيبقى على التيار علاقه طرد ولا عكس زي ما اتفقنا؟ علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. ولكن بلاحظ ان العلاقه العكسيه دي عكسيه غير منتظمه، لان كل مره لما بحط مقاومه ار اكس بيبقى مضاف لها مقاومه الجهاز كمان، فبالتالي ما بتتغير المقاومه ار اكس. مش يعني الاي مش بتنسب تناسب عكس بس مع الار اكس، ده بتنسب تناسب عكس مع المقاومه الكليه، وده طبعا اللي بيعمل العلاقه الغير ايه؟ الغير منتظمه. يعني لو المقاومه دي بواحد والمقاومه دي بواحد يبقى مجموعهم باتنين، ماشي، البطاريه اللي للنص. شوفوا، رغم ان دي واحد انما دي اتنين، ده زاد للضعف، زودوا كده للضعف، لو ده بقى اتنين هيبقى اتنين زائد واحد تلاتة، يبقى التيار يقل للتلت. رغم ده اتنين ده تلاتة. ملاحظين؟ ملاحظين ايه بقى؟ ان العلاقة علاقة عكسية، ده يزيد ده يقل، بس عكسية منتظمة ولا غير منتظمة؟ طبعا عكسية غير منتظمة. عارفين امتى تبقى منتظمة؟ لو ده زاد للضعف ده يقل للنص. يعني لو ده بقى 2 عكسها منتظمه يبقى التيار يبقى نص، لكن ده ما حصلش. لما ده بقى 2 ده بقى تلت اهو، قلل التلت. يبقى لما اقول لك ايه العلاقه بين الاي والار؟ طبعا علاقه عكسيه غير منتظمه، وده اللي بيخلي التدريج تدريج غير منتظم. ونشوف كده مع بعض السؤال، علل، بيقول لنا ايه؟ علل تدريج الاوميتر غير منتظم. اروح اقول له ان شده التيار العام المره في الدائره بتاعت الجهاز لا تتناسب عكسيا مع المقاومه الخارجيه فقط، وانما مع المقاومه الكليه. لازم تبقى الفي بي بتاعت البطاريه ثابته. ليه؟ اصل لو الفي بي اتغيرت كل القياسات وكل الارقام اللي احنا لسه عاملينها هتتغير، والتدريج هيتغير، مش كده ولا ايه؟ فلازم تبقى القوه الدفعه الكهربائيه للاوميتر ثابته حتى لا يتغير شده التيار اثناء ضبط المؤشر، وبالتالي التدريج كله يتغير. طبعا الاجهزه السابقه كلها بقى سواء اميتر او فولتميتر او اوميتر غير دقيقه، لسبب ان اول حاجه الاقطاب المغناطيسيه ممكن شدتها تقل، الملفات الزنبركيه تضعف، وكمان في خطا بشري ناتج من عمليه القياس. طبعا ان انت ممكن تيجي تاخد القراءه ما تاخدهاش بدقه. طيب هيحصل ايه لو الفي بي اتغيرت؟ طبعا هيؤدي ذلك لتغيير المقاومه العياريه، وبالتالي الار في هتتغير والتيار العام هيتغير. عشان كده لازم تبقى الفي بي ثابته، وبالتالي التدريج كله هيتغير. طيب، كلام جميل جدا. طب لو ما كانش في مقاومه عياريه موجوده في الجهاز عندنا كان ايه اللي هيحصل؟ طبعا يا جماعه كان الجلفانوميتر، طبعا المقاومه العياريه اللي هي الار سي لازم تبقى كبيره عشان تخلي التيار العام صغير فيحمي ملف الجلفانوميتر من الاحتراق.
طب لو احنا كنا مستخدمين بقى مقاومة عيارية، لو احنا ما كانش في اصلا مقاومة عيارية عندنا، كان زمان التيار العام تيار كبير كان يمشي في الجلفانوميتر وكان يحرق. طيب كلام جميل جدا. طيب وطبعا احنا اتفقنا ان احنا بنستخدم الاوميتر لقياس المقاومة الكهربية بطريقة عملية. ازاي بقى؟ بنروح جايبين الاوميتر، واول ما اقول لك اوميتر هو على فكرة المايكرو اميتر، هو الملي اميتر نفس المسمى، واروح طبعا ايه المس الطرفين بتوعه ببعض عشان بس اتاكد ان المؤشر سليم. طب ولو كان مش سليم، او عارفين امتى يبقى سليم؟ لما المؤشر يشير لنهايه تدريج التيار. طب لو لمست الطرفين ببعض ولقيت المؤشر ما شاورش لنهايه تدريج التيار، اغير من المقاومه ار في عشان نخلي المؤشر يتحرك ويروح لنهايه تدريج التيار. طب وبعد كده اوصله بين طرفي الايه المقاومه المجهوله فيعين لك قراءتها بشكل مباشر على طول. طيب وطبعا احنا هنبدا دلوقتي نحل مع بعض مسائل بحيث نثبت المعلومه اكتر. جلفانوميتر مقاومه ملفه 50 اوم، يبقى على طول كده اكتب المعطيات بتاعتي الار جي ب 50 اوم. طيب وبعدين بينحرف الى نهايه تدريجه اذا مر تيار شديد 40 ملي امبير، يعني الاي جي ب 40 ملي امبير، يعني في 10 وثالث 3 عشان يبقى بالامبير. نكمل. انا عايز استخدمه كاوميتر باستخدام بطاريه قوه الدفع الكهربيه اللي في بي بتاعتها ب 3 فولت. طب وبعدين انا عايز اجيب المقاومه العياريه المستخدمه لذلك، وعشان اجيب المقاومه العياريه هات لي القانون بتاع الاوميتر. والله هو قانون واحد بنستخدمه، الاي بيساوي في بي على مقاومة الجهاز اللي هي تعتبر الار جي، وعايز اجيب المقاومة العيارية اللي هي الار سي. ماشي، هل اكتب بقى ار في؟ هل جاب لي سيرتا؟ اعتبارها مش موجودة، اشتغل عادي خالص بالمقاومات اللي موجودة عندك. طيب الاي بكام؟ الاي ب 40 في 10 اس سالب 3، كل ده بيساوي الفي بي معروفة ب 3، الار جي ب 50 اوم زائد الار سي اللي انا عايزها. طيب اضرب بقى طرفين في وسطين علشان اجيب الار سي، تطلع الار سي بكام؟ اهو اضرب بقى طرفين في وسطين، يلا يبقى اربعين في عشرة وسالب تلاتة هتنضرب في الخمسين. ماشي. طيب هو اربعين في عشرة وسالب تلاتة ديت يعني كام؟ يعني اربعة من 100، يعني 4 من 100، 4 من 100 هتضرب في 50 زائد 4 من 100 ار سي، كل ده بيساوي 3. طيب الرقم ده هيطلع كام؟ طيب هيطلع بالآلة حسب بقى الناس تشغل ونشوف النتيجة النهائي. يبقى الرقم ده هيروح هناك بإشارة مخالفة، وبعد كده نروح قاسمين على 400 ونطلع ايه زي ما اتفقنا قيمة الار سي، تطلع كذا اوم. طيب طالب ايه تاني؟ قيمة المقاومة الخارجية اللي هتخلي المؤشر ينحرف لربع التدريج، مش كده؟ طب عشان المؤشر ينحرف لربع التدريج يبقى اعمل ايه؟ اروح اقول له يبقى انا عايز التيار يبقى ربع اي هيساوي الفي بي على الار جي اللي هو مدهاني، الار سي اللي احنا طلعناها من المطلوب الاولاني، زائد الار اكس. انا بقى عايز اجيب مين؟ الار اكس دي، وطبعا ربع اي مش انا عايز انحرف لربع التدريج. هو الاي بكام اصلا؟ الاي ب 40 يبقى ربع في 40 اهو. يلا يبقى هولد بالتعويض، يلا كده يبقى ربع في 40 في 10 اس سالب 3، كل ده بيساوي الفي بي. طيب الفي بي مدهاني في المساله كام فولت؟
3، يبقى 3 على الار جي مدهاني في المسألة 50 زائد الار سي اللي احنا طلعناها، الفكرة هتطلع ب25 زائد الار اكس اللي احنا عايزينها. نطلع قيمة الار اكس وديت مجهولة، نطلعها بسهولة جدا بالآلة الحاسبة، يبقى تطلع ب225. يبقى احنا كده جبنا قيمة مين؟ قيمة الار اكس اللي هتخلي الطيار يبقى ربع قيمته. طيب كلام جميل جدا. طيب يلا بينا كده ما نشوف اخر مسألة في كلامنا النهاردة ونختم بيها ان شاء الله. وميتر ينحرف مؤشره الى ربع تدريج لما بوصل او عند توصيله بمقاومة ار اكس. حلو، يبقى الار اكس دهيت هتخلي المؤشر ينحرف لربع تدريجه. طب انا عايز اجيب قيمة المقاومة الخارجية اللي هتخليه ينحرف لخمس التدريج. طب بالراحة، احنا اخدنا من شوية قلنا عشان ينحرف لربع التدريج هضيف مقاومة خارجية 3 امثال مقاومة الجهاز، عشان يبقى 3 و1 4، مش كده ولا ايه؟ يبقى ساعتها المؤشر ينحرف لربع التدريج. طب نقول مع بعض، انا عايز المؤشر ينحرف لخمس التدريج، يبقى اضيف مقاومة خارجية 4 امثال مقاومة الجهاز عشان الار جهاز حاجز مكانها، ويبقى في 4، يبقى 4 و1 5. طيب نقول كده مع بعض تاني، انا عايز المؤشر ينحرف لتلت التدريج، يبقى انت عايز الطيار يقل للتلت، يعني حط مقاومه خارجيه ضعف مقاومه الجهاز عشان يبقى 2 و1 3. طب يلا ما نطبق بقى. وميتر بينحرف مؤشره الى ربع تدريجه لما بوصله بمقاومه خارجيه، ايوه ار اكس. طيب فانا عايزه اخليه ينحرف لخمس التدريج، هوصله بمقاومه قدرها قد ايه؟ طيب هنقول مثلا المثال عشان يبقى السؤال بالارقام احسن، بصوا كده معايا اهو، هقول السؤال ده بقى بس بالارقام. وميتر بينحرف مؤشره لي ربع تدريجه عند توصيل مقاومة خارجية. يبقى احنا بناخد المثال بالارقام اهو، قدرها 300 اوم. احسب مقدار المقاومة الخارجية التي تجعله ينحرف لخمس تدريج التيار. طبعا المسألة دي مشهورة يا جماعة، والله بتتحل في خطوتين. يلا بينا كده بنشوفها. بص تروح تقول لي اول حته، يبقى هنقرا السؤال لحد الحته دي كده، هنقرا السؤال لحد هنا، انا عايز اخليه ينحرف لربع تدريج التيار. يعني ايه ربع تدريج التيار؟ يعني الار اكس الخارجيه كام ار جهاز؟ مش هو ربع التدريج؟ يبقى انا ضفت مقاومه خارجيه 3 امثال مقاومه الجهاز، يعني الار اكس ب3 ار جهاز. حلو، انا عايز اخليه ينحرف لخمس تدريج التيار، يعني عايز تخلي الار اكس الجديده بقى كام ار جهاز؟ عايزه تبقى 4 ار جهاز. يبقى ده المطلوب، عايز اجيب قيمه الار اكس اللي هتخليه ينحرف لخمس تدريج. هو انت معاك ار جهاز؟ لا، روح حتى من المطلوب الاول او المعطى الاولاني، مش المقاومه اللي قدرها 300 خلت المؤشر ينحرف لربع تدريج الجهاز او ربع تدريج التيار، اقدر اجيب من هنا ار جهاز. ار جهاز هتبقى 300 على 3%. يبقى احنا جبنا من المطلوب الاول او من المعطى الاولاني الار جهاز طلعت ب 100 اوم، ناخدها ونعوض بيها اهو بقى، اهو هناخدها ونعوض بيها في العلاقه دي، هتبقى الار جهاز بقى ساعتها اللي هو الار اكس اسف اللي هتخلي المؤشر ينحرف لخمس تدريج التيار،
هتساوي كام بقى؟ تساوي 4 في 100. 4 في 100 هتطلع ب 400. يبقى لو وصلت مع الاوميتر ده مقاومه قدرها 400 هيخلي المؤشر ينحرف لخبث التدريج. بالمنظر ده يا جماعه نبقى احنا ختمنا افكار الاوميتر، حلنا مسالتين عليه، بالاضافه بقى للكلام النظري طبعا اللي بيجي عليها في اسئله علل واسئله اذكر وظيفه المقاومه المتغيره اللي هي الار في والار سي. الناس بقى تبدا تلم الفصل بالراحه كده واحده واحده، وان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه ان شاء الله هنخش بقى في الفصل الجديد الحس الكهرومغناطيسي ومشيئه الرحمن. انا عايز الناس تبدا تقفل القديم، وباذن الله اوعدكم هيبقى في حلقه مجمعه فيها اسئله وهنبدا نجاوبها ان شاء الله كده مع بعض، وبالشكل ده يبقى الفصل التاني انتهى. واشوفكم على خير، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله. السلام عليكم.